يلا تمام تمام يلا تواصلون مع عدنان لا هذا الغرض بالدب والسر حصول خلاص اشرق لنا نور هادينا يا ليلة النور اللي فيها اشرق لنا نور هادينا وهب ريح صبا النجدي ودار بالكاس ساقينا كل العليم مشربوا منا وظهر لنا كل ما فينا لما اتصلنا بدا صلحات من الظاهر وخافينا بلا سبب مننا سابق الحمد لله معطينا معنا ابن عيسى مهاجرنا مع المقدم وعلوينا وعبد الرحمن والسكران والليث محضر حادينا والعايد روس الرضي وابنه له عدو من يعادينا ابو بكر لي في عدن ظخري يكفي على أهل وادينا قد شللي في الذي يريده نهار نادي يلاقي
تلاقينا والفخر لي قد سكن عينات بن سالم القطب حامينا والحبش يا أحمد غنى قلبي يا بغت من ذاق حالينا واختم كلامي بذكر أحمد هو رحمة الكل هادينا والآل والصحب ما حنات العيس من صوت حادينا يا الله. حبيب ذيلا طلاب جاوا من بريطانيا شوفهم قاصدينكم واعتمروا وإذا حين يزورونكم بالأسبوع القادم بيروحون المدينة الله الله فيهم كلهم وإذا الحين النساء بيجان بيدخلون عندكم بعضهم عادهم إلا أسلموا فغان ربي يهديهم ويهدي أهاليهم هناك في بريطانيا وينفع بهم يتجري على أيديهم الهدايات والانتفاعات افتح عليهم ويمورهم كلهم كلهم الله الله فيهم حبيب مقبولين الحمد لله. هذا زاهد هذا الدكتور حبيب عبد العظيم اسمه هذا عمران وهذا حمزة وهذا عمر وهذا ثاقب وهذا يوسف وهذا زاهد وهذا تون وهذا أسد اللي يجعله من أسود الدعوة والبركة وهذا وقاص قادم على زواج ربنا يسر أموره هذا عامر وهذا محمد علي وهذا عاصف وهذا سلفراس من داود وهذا حبيب وهذا داود أسلم قبل 8 شهور إن شاء الله بغينا أهله يسلمون والده وأمه وأقاربه وربي ينفع به حبيب هذا زاهد هذا الياس هذا فيزال وهذا مجاهد حبيب وهذا عمران حبيب وإذا صالح حبيب أسلم قبل 13 سنة ربي يفتح عليه وينفع به ويجري على يديه الهدايات لأهله والقومه انظروا له ما شاء الله هذا التلبصير هذا أمين في تريم في دار المصطفى من بريطانيا بيعود إلى بلاده إن شاء الله ربي ينفع به وذا ولدكم عمر عمر كاظم السداف نعم سيدي ولدي الله الله
الله الله فيه. الله أكبر. وعلى نظركم. الله أكبر. الحمد لله. الحمد لله. ما شاء الله. وهذا زفران قد جلس في تريم كم سنوات. ما شاء الله ودحين خدم الدعوة ربي يبارك فيه. الله الله فيه. وذا ولدكم محمد علوي ولد دخت يا حبيب. جوال الحبيب. الله ما شاء الله. وذا بحمل بركات. حمل حركات. الله. أسك الله وأبيون. حبيب الإجازة موجودة اكتب الإجازة حبيب يكتب إجازة بس بنطلبها يقول أبو يبغوا إجازة تقول لهم هم يقولون قبلنا يلا قبلنا أبو يرتب فاتحة عشان الرجال بيروحون بيخرجون وفي النساء هناك داخل بيجون يسلمون عليهم. آمين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على فاتحة.